مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم تداولت أخبار بسيفة كبيرة ياسر أنه نوفل الورتاني اتعرض إلى ضغوطات نفسية، معناه وتوجه المستشفى في حالة خايبة على الآخر. السبب بتاعها أنه شقيق سمر حسن، الناس الكل عرفناها، حكاية معاه البارح بالمسنجر وكشف الديسكسيون العباد الكل، قال شوفوا الدناءة متاع نوفل الورتاني. بعد ما قال له خو سمر، قال له جيب مرتك خل تعمل سكتش هذيك. بعد تصريح نوفل الورتاني قال نوفل اني انا صحيح نعتذر، ما كنتش باش تعمل معناها السكتش هذيك حمله كبيره ياسر، ما كنتش نقصد بها حتى شيء، معناها وجهه عاديه ما تقلقش. هذا اللي خلى خو سمر قال له معناها جيب مرتك. لكن اليوم رد نوفل الورتاني كان صادم، قال له باش نحط امك، معناها باش نجيب امك هي اللي تعمل السكتش هذيك. وهذا بعد ما تسرب معناها ديسكسيون سيد سرب ديسكسيون العباد وكشف نوفل الورتاني لحقيقته. نوفل قالوا تعرض الأزمة نفسية كبيرة ياسر وتوجه المستشفى وهو في ظروف صعبة على الآخر. الأخبار هذه للدولة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي، ما فايدة نقول واحنا إن شاء الله يكون لاباس، لا أكثر لا أقل، وهنكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.